أهلا دكتور، يعطيك العافية، الله يعافيك. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. اوكي، لا السكرين واضحة عندكم؟ يس دكتور. اوكي جود. بس خلينا ننتظر دقيقة لبين ما يدخل زملائكم. مين سمع الريكورد اللي نزل امبارح؟ أنا سمعته. Good. أنا دكتور. ممتاز. أنا صراحة بس مش كامل. يلا جود، ممتاز. يعني بالبداية شوي هذا، بعدين إن شاء الله تمشي الأمور بالتسارع. دكتور اليوم شو رح ناخذ؟ يعني رح يكون مراجعة للريكورد؟ مراجعة للريكورد. هلا في أنا عندي آلية معينة، إن شاء الله راح أنزل. أنا يعني بدي أستشيرك بالنقطة هاي. هلا بصير أنزل ريكوردات أنا، وكل اسبوع بنعمل اوبن ديسكشن كامل، ناخذ ساعه ونص كامل عن الماده اللي تغطت، او اذا بدكم يعني زي هيك مباشره يعني نشرح على السلايد مباشره. في ناس حكوا هيك وفي ناس بحبوا هيك، ما بعرف، بس بتوقع شرح احسن من الريكورد. هو نفس الشرح نفس الريكورد، ما راح اجيب شيء جديد. يعني الريكوردات هي نفس الماده المشروحه، بس الريكورد بكون زي ما تحكي بدون يعني تقطيع او اي شيء. الماده المشروحه مرات بتصير فيها مثلا اسئله الى اخره. هلا المراجعه انا بالعاده بعطيها ايش؟ بعطيها يعني لما يكون في سيشن مراجعه ما في شرح، بكون في مثلا اي واحد عنده استفسار لنقطه معينه بجاوب اياها، وبصير نطرح اسئله. طيب ايش رايك ناخذ المحاضره ونسجلها؟ يعني بصير. انا ما عندي مانع، اللي بيمشي معكم انا لخدمتكم، لانه انا بصراحه ما حبيتش فكره الريكورد. خلص ما عندي مانع، انا بنبدا مباشره هيك معناته ان شاء الله. خلينا نبلش بشابتر 5 مباشره ان شاء الله. بداية الريكورد نفسه شرح المحاضره، يعني مش راح يفرق شيء. انا شايفه بالعكس، بالعكس انا شايف الريكورد افضل، لانه ما مش راح يقطع النت ولا راح يطلع حدا او ينقطع صوت. أنا معك، يعني العام نفس صار نفس الشيء، في ناس حكوا بدهم هيك وبدهم هيك. هلا في مرات يعني أحد السنوات لجأت للتالي، الريكورد بينزل بالمحاضرة، بنيجي بنعمل أوبن ديسكشن. يعني بصير مثلا أوكي، مثلا أنا امبارح بالريكورد حكينا لما نحكي عن شابتر 5 اللي هو البيولوجيكال ماكرو مولكيولز أند ليبيدز. أوكي، ببلش عاد بنتقل الآن على السلايد الثاني اللي هو the molecules of life. هلا زمان اللي كان مع يعني اللي كانوا متخذين سياسه انه الريكوردز، نيجي هون نحكي انه اوكي ما في شيء، بس نعرف من هذا السلايد انه الماكرو مولكيولز، ماكرو كلمه ماكرو شو معناها؟ لارج. اوكي لارج، ف ماكرو مولكيولز هي عباره عن لارج مولكيولز اند ذي ار فيري كومبليكيتد، انهم معقدين بالحركه. مباشره نقفز على السلايد اللي بعده وهكذا حتى يكون التسارع اسرع منها. بتحبوا نمشي سلايد باي سلايد؟ انا اي دونت مايند ات اول، يعني ما هيك هيك شارح وهيك هيك شارح، يعني مش فارقه معي. دكتور انا عندي اقتراح. تفضلي. انه يكون المحاضرات ريكورد مسجله، وبالاسبوع مثلا باخر الاسبوع يكون في محاضره اذا في حدا عنده اسئله او اذا بدنا نراجع شغله معينه. يس انا هيك عملتها احد السنوات، انه في محاضرات واخر الاسبوع اذا في حدا عنده اسئله ونعطي اسئله. يعني كان اسئله مثلا اذا اجى مثلا هيك هيك شو الجواب، اذا اجى هيك هيك شو الجواب، اذا اجى هيك هيك، يعني بصير تفتيح لمواقع الاسئله، يعني تنبيه. انا انا بتفق مع زميلتي يعني باقتراح، لانه هيك احنا عشان الصيف شوي مضغوط، احنا بكون معنا مجال انه ندرس الماده ونيجي عندنا اسئله نسالك عنها. انا ما عندي مانع، انا بدكم هلا ببلش شرح لعند مش سلايد 20، راح اتجاوز 20 اليوم. يعني اللي بيريحكم شو بيريحكم انا بمشي عليه. بس احد السنوات حكيت لكم انه اتخذنا هذا الاسلوب، انه بكون ريكورد بنزل ريكورد الاحد الاثنين الثلاث، هذول بنزل فيهم ريكوردات. الاربعاء بتكون مناقشة كاملة لريكورد الأحد والاثنين والثلاث مع إعطاء أسئلة عن المادة المغطى. يعني بكون واحد يكون معاه ورقة وقلم أو whatever إذا بده يحط تسجيل،
انه لو اجانا بالامتحان على سبيل المثال هذا السؤال all of the followings are polymers except A كذا كذا B كذا كذا C كذا كذا D كذا كذا ونمشي. لو تكون تفضلي لو تكون محاضرة المراجعة يوم أحد لأنه بكون قبلها سبت وجمعة وخميس بصير أفضل. بصير بصير برضو كان هاي أحد الطروحات طرحوها الطلاب صادقة أنت صح هم شفتوها مزبوطة صادقة صح قالوا لي دكتور يعني نزل كل شيء وخلص هنكون معنا خميس جمعة سبت والأحد تعمل لنا الريفيجن بصير ما عندي مانع فشو بتستبوا عليه أنا جاهز فيه دكتور زي ما اقترحت اللي هو فكرة الريكوردات وفي محاضرة نراجع فيها ونشوف الأسئلة طيب معناته هي راح تنزل الريكوردات إن شاء الله أنا بنزلها أحد اثنين ثلاث أربعة حسب طبيعة المادة وحسب مدة الريكورد يوم الأحد اللي بعدي بتكون الساعة ونص كاملة مراجعة للمادة المغطاة من يعني بالأسبوع اللي قبله مع إعطاء يعني هيك أسئلة نفتح باب الأسئلة إذا ما في أسئلة أنا باجي بحكي لكم بفتح المادة طبعاً بقول لو إجاب السلايد هذا سألني كذا كذا هذا السلايد كذا كذا سؤال هون هيك سؤال هون هيك 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 إلى آخره حتى نغطي المادة كاملة هلا اللي بمشي بالطريقة هاي صراحة وبقول منتبه على الريكورد ومتبع معي بالمراجعة يعني ضامن الله بس I guarantee him أو her إنه يعني تكون العلامة إن شاء الله محترمة وعالية لأنه بالحالة هاي بكون غطينا كل إشي بالمادة سواء كمادة مشروحة وك إيش كتنوير على ال... يعني أسئلة الامتحان يعني أسئلة للمراجعة هسه لو كنا كل يوم قاعدين ناخذ شو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد محاضرة كاملة سلايدات وكذا قدامنا هسه احنا بغض النظر احنا سامعين ريكورد قبل تمام بس هيك المعلومة حتثبت انك انت سمعتها مرتين تمام وانت اصلا اوريدي درستها فما راح يكون في عندك اي اشكاليات بس هيك ممكن يكون عندك اشكاليات انا شايف موضوع ريكورد لانه نوعا ما ريكورد ما فهمت عليه كثير تمام وفي كثير شغلات كانت عندي كثير مفقوده فهمت كيف الريكورد الماضي هلا ما فهمت عليه شيء كثير هاي يعني لا هاي بصير عليك كوشن مارك انك ما فهمت شيء كثير من المحاضره في اشياء كثير يا ما فهمتها هاي هلا بصير هون يعني ما بعرف انا اذا بتكون خلص انا خليني ابلش بالماده معناته هيك اريح لي انا انه ابلش بالماده وخلص نكملها للاخر بصير المراجعه للمد ما بصير مراجعه كل اربعاء او واحد انا ما بقدرش اخذ هيك محاضره من كل اسبوع هاي صدقكم انك تدرس بابا بابا ليك خلكم اعملوا ميوت بس للمايك طلعت اوكي معناته خلينا نبلش بالمحاضره وبصير معناته عباره عن نظام سيشن محاضرات تمام تمام دكتور خلاص محاضره هيك بنبلش فيها من البدايه تمام طيب نيجي على زي ما حكينا التشابتر 5 بيحكي عن البيولوجيكال ماكرو مولكيولز اند ليبيدز لاحظ حكى ماكرو مولكيولز اند ليبيدز ما حكى لي عنوان هذا التشابتر ماكرو مولكيولز هلا راح نشوف شو يعني الحيثيه اللي خلته يحكي بهذه الطريقه ننتقل على سلايد نمبر 2 اللي هو مفتوح على الشاشه عندكم all living things are made up of four classes of large biological molecules معناته الحياه كلها تتكون من اربع مجموعات من اللارج biological molecules اللي بسموهم ماكرو مولكيولز اللي هم الكربوهيدراتس، ليبيدز، بروتينز، and nucleic acids. فالماكرو مولكيولز زي ما حكى هو عبارة عن large molecules and they are very complicated, complex. يعني بكون إشي مركب على إشي على إشي على إشي فبعطيني large, big, huge. Large biological molecules have unique properties that arise from orderly arrangement of their atoms. فكل molecule من هذول اللارج مولكيولز بيكون له خاصيه معينه تعتمد طبعا على عدد الوحدات البنائيه المكونه لها وعلى اشكال الوحدات البنائيه اللي لها اوكي فبناء على هذه الطبيعه كل ماده بصير لها خصوصيتها الخاصه فيها
سلايد نمبر 3 ونمبر 4 تذكروا لي اياهم الان، ما راح احكي عنهم الان، بس تذكروا لي الشكل، تذكروا لي هذا الشكل اللي زي هيك خيوط هيك مكعبله فوق بعضها البعض، هاي راح نحكي عنها، هذا الستراكشر اوف بروتينز. وتذكروا لي this lady with this goggles حاطتهم على عيونها شو قاعده بتتفرج على الشاشه الكبيره، راح نحكي عن شيء بسموه البايو انفورماتكس لقدام شوي. طيب هلا ان شاء الله بكون هيك بدينا في التشابتر تبعنا اللي هو ماكرو مولكيولز ار بوليمرز بيلت فروم مونومرز. بولي شو معنات بولي؟ متعدد. بوليمرز معناته إشي مربوط بإشي مربوط بإشي، أعطاني هذا الإشي اللي بحكي عنه بوليمر. built from mono شو يعني mono؟ واحد أو mono أحادي يعني واحد. قطعة واحدة. قطعة واحدة، فأنا عندي زي تقريبا زي الليجو، أنا عندي قطعة بربطها مع قطعة، بربطها مع قطعة، بربطها مع قطعة، تعطيني مجسم معين اللي هو عبارة عن قطعة كبيرة. هلا أنا مكاني من الليجو أعمل سيارة، طيارة، بيت إلى آخره، فكل واحدة لها خصائصها المعينة. A polymer is a long molecule. لاحظ long molecule لأنه عبارة عن عدة أجزاء مربوطة ببعضها البعض. Consisting of many similar building blocks. بتكون من قطع نوعا ما متشابهة. The repeating units هاي القطع المتشابهة اللي connected with each other are called monomers. الأحاديات. معناته مجموعة أحاديات مربوطة مع بعضهم البعض بعطوني البوليمرز. فعندي أنا الكربوهيدرات البروتينز and nucleic acids are polymers. معناته مين تم استثناء؟ الليبيدز. الليبيدز معناته لو جاني سؤال بالامتحان قال لي all of the followings are polymers, polymers except A carbohydrates, B proteins, C nucleic acids, D lipids. الجواب راح يكون lipids. هلا هذا السؤال ما راح يجي بالامتحان. ليش؟ لأنه هذا يعني very 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 easy يعني general. الاحتمال شو يجيب لي بالامتحان؟ يجيب لي one of the following is not a polymer. وصير يعطيني أنواع، مثلا يقول لي A جالكتوز أو مالتوز، فبدي أعرف إنه كربوهيدرات. يعطيني يقول لي هيموغلوبين، فبدي أعرف إنه الهيموغلوبين بروتين. بعطيني بقول لي RNA، فبدي أعرف إنه نيوكليك أسيدز. احتمال يعطيني ترايغليسر ألدهايد، فأنا بدي أكون عارف إن شاء الله من خلال الشرح لقدام شوي، بدي أكون عارف إنه الترايغليسر ألدهايد هم عبارة عن lipids، وأنا بعرف أنه lipids are not polymer، فالجواب بده يكون بالحالة هاي triglyceraldehyde. طيب قبل ما نبلش نأخذ الكربوهيدرات والبروتينز والنيوكليك أسيد والليبيدز، خلينا نشوف الآن the type of reactions in our living cells. في عندي أنا نوعين من عمليات الأيض، في عندي البناء and الهدم اللي هو the synthesis and breakdown of polymers. إما أنا ببنيها لهذول البوليمرز أو بهدمهم. مين العامل اللي بيخليني يعني يساعدني على هذه العملية؟ الإنزيمات. Group of mainly proteins بسموهم الإنزيمات اللي هم الإنزيمات are specialized macromolecules بين قوسين mainly proteins. That شو ضيفتهم هذول الانزيمز؟ That ايش؟ speed up chemical reaction. يعني إذا reaction بده ثلاث ساعات، مجرد ما دخلت الانزيم هاي ثلاث ساعات بتصير بجوز ربع ساعة. فأنا بالحالة هاي اختصرت الـ الوقت، ووفرت على حالي وقت، وبالتالي حصلت على البرودكت اللي بدي إياه. Such as those in make or break down polymers. وهاي الانزيمات إما بتكون انزيمات مساعدة على البناء أو أنزيمات مساعدة على الهدم. الآن كلمة بناء وهدم أنا بإمكاني أستعيض عنها بمصطلحات أخرى زي dehydration reaction. دي وليش هلا بدي أركز على الكلمة عشان تذكرها بالامتحان. دي دائما كلمة دي معناها منزوع نزع. hydration
اللي هي H2O اللي هو المي، معناته أنا بحكي عن dehydration reaction، التفاعل منزوع الماء. معناته بالحالة هاي أنا بدي أضيف مي ولا بدي أشيل مي؟ بدي أشيل مي. بدي أشيل مي لأنه منزوع. Occurs when two monomers، لاحظ two monomers bond together through the loss of water molecule، وبركز على كلمة the loss، خسارة الماء. معناته أنا إذا بدي أربط monomer A مع monomer B لازم أشيل المي وبربطهم بين بعضهم البعض بصيروا AB، بضيف C بنزع مي، ABC بدي أضيف D، ABCD بدي أنزع مي، وهكذا. Polymers are disassembled يعني تفككوا، break down to monomers by hydrolysis. Hydrolysis عكس الديهايدريشن، بالديهايدريشن كنت أنزع المي، بالهايدروليسيس شو بدي أساوي؟ إضافة ماء، بدي أضيف ماء، نضيف المي. A reaction that is essentially the reverse of the dehydration reaction، بين قوسين بكتب the addition of water، أنا بضيف المي بالحالة هاي. هاي الآن النوعين بيمثلوا لي dehydration above and الهيدروليسيس below. شو اللي عرفني انه هذا dehydration اللي فوق؟ لو ما كتب لي A dehydration، لو جاب لي بس الصورة هاي شو بيعرفني؟ لأنه فقد H2O. exactly، لأنه بالحالة هاي أنا نزعت المي، فبالتالي لما أنزع المي معناته أنا بدي أبني وليس بدي أهدم، فدائما نزع الماء عملية بناء. الآن لو أجاني سؤال بالامتحان A polymer consists of 49 monomers، How many H2 molecules needed for this reaction؟ شو رأيكم؟ قديش كان الرقم بس انت حكيته؟ 49 ضرب 2 لا فكروا هلا بين 1 وبين 1 و 2 نزعت مي، بين 2 و 3 نزعت نزعنا كمان مي، نزعنا مي، فانا عندي 49 معناته بالحالة يكون N ناقص 1 N اللي هو عدد المونيمرز بهذا البوليمر ناقص واحد اللي هو بين كل اثنين بشيل مي، فأنا بالحالة هاي شلت 48 جزيء ماء. وصلت؟ يعني هاي واللي مش مصدق يعملهم زي هيك 1 2 3 4 ويمشي لغاية 49، كل بين كل واحد الثاني يشيل مي، شيل مي، شيل مي، شيل مي، راح أشوف إنه وصل لعند 48 جزيء ماء. فالقاعدة شو بتقول؟ بتقول إذا أجاني سؤال أعطاني فيه عدد المونيمرز وطلب مني المي، بقول N اللي هو عدد المونيمرز ناقص واحد يساوي عدد جزيئات الماء. شو أعطاني بالسؤال؟ 49، معناته 49 ناقص واحد إيش؟ 48. الآن العكس تماماً بصير لما يجيب لي، لو قال لي in a dehydration reaction 28 molecules of water were removed. How many monomers in this reaction? 29. اللي بصير N زائد واحد، بحيث انه N عدد المي زائد واحد تساوي 29، وبالتالي بتكون اعطاني عدد ايش المونيمرز اللي دخلوا في هذا التفاعل. الان الهيدروليسيس زي ما حكينا عكس الديهايدريشن، فلاحظ أنا بدي عندي 1 2 3 4، الآن بدي أفصل 4 عن 1 2 3، شو سويت؟ أضيف مي، ضفت المي، مجرد ما ضفت المي فككت 4 وظل 1 2 3، فواحد بسميه مونيمر، 1 2 3 بصير سمولر بوليمر عن الأول. تمام دكتور؟ أنا هاي ما فهمت. أنا واحدة الاخر شيء لما حكيت نضيف المي راح يصير سمولر. هلا هون
شو عندي كم مركب هون عندي؟ عندك أربعة. أربعة صح؟ الآن لما ضفت المي شو صار؟ صار خمسة. لا ما صاروا خمسة. ولا؟ صار ثلاث مع بعض وواحد لحاله. هيا. أوكي ثواني أنا مش فاهم السالفة هاي دقيقة شوي. الموليما شو الخط اللي ما بين ال شو اسمه؟ ما بين الواحد والاثنين؟ هاي الروابط. هاي هي الموليما. بصير أحكي. بس دقيقة هاي الروابط، هاي ربطت واحد مع اثنين، ربطت اثنين مع ثلاث، ربطت ثلاث مع أربعة. الآن بقول لي بدي أفك أربعة عن البقية. ضاف مي هون. لما ضاف مي مونيمر أربعة صار لحال. تمام. وواحد اثنين ثلاث ظلوا مع بعض. فصفر في عندي الآن. طب الديهايدريشن أنا ببني العكس. عندي واحد اثنين لحال، بدي أضيف عليهم أربعة. بشيل المي اتش من هون. و HO من هون بصير H2O. لما شيلهم من هون بشبك أربعة مع واحد اثنين وثلاث. وصلت. Good. طيب نيجي الآن على diversity of polymers. A cell has thousands of different micromolecules. يعني بتيجي على الخلايا الموجودة في جسمنا في عنا آلاف المايكرومولكيولز. Macromolecules vary among cells of an organism. Vary more within species and vary even more between species. يعني معنى آخر لو سألتك سؤال هل الماكرو مولكيولز الموجودة في الكبد عندك هي نفسها الموجودة في الكلية؟ الجواب طبعا لا. لا. تختلف. هل اللي موجود عندنا احنا كبشر نفس اللي عندي زي الفيل؟ الجواب لا. وهكذا. A huge variety of polymers can be built from a smaller set of monomers. زي ما اتفقنا هلا ببداية المحاضرة إن قلنا إحنا عندنا group of monomers. The group of monomers هذول بجمعهم بتشكيلة بتوليفة معينة بعطوني polymer. وهذول بعطوني خصائص هذا البوليمر. يعني لما أجمع مثلا 14 monomer الشكل والوظيفة غير لما أجمع 150 monomer. وهكذا. السيارة تختلف عن الشاحنة. البايسيكل يختلف عن السيارة وهكذا. طيب نيجي الآن نبلش بأول جزء من البوليمر زي ما اتفقنا اللي هو الكربوهيدرات اللي بسموهم النشويات أو السكريات. Serve as fuel and building material. هي يعني زي وقود للجسم، لذلك دائما بتلاحظوا بالشتاء بزيد الديماند إنه والله بدنا ناكل كربوهيدرات. Carbohydrates include sugars and the polymer of sugars. هي عبارة عن سكريات. The simplest carbohydrates are monosaccharides. لاحظ بطلنا نحكي مونومر هلا لأنه الكربوهيدرات بسميها polysaccharides. سكر كلمة يونانية معناها sugar. Poly sugar معناته متعدد السكريات. الوحدة البنائية لمتعدد السكريات بسميها monosaccharides. مونو أحادي. Saccharides من سكر فهي إحادية السكر or simple sugar. Carbohydrates macromolecules are polysaccharides, polymers composed of many sugar building units. يعني أنا عندي سكريات بربطها مع بعضها البعض فبتعطيني polysaccharides. ما بقول polymers. هلا كلمة polymer صح بس كلمة polymer ما بتخصصني على الكربوهيدرات. أنا بحكي polymer البروتين polymer nucleic acid polymer. فحتى أكون أنا specifically بحكي عن الكربوهيدرات شو بقول polysaccharides. تمام. نيجي على السكرز. في عندي زي ما حكينا monosaccharides have molecular formula that are usually multiples of CH2O. يعني هاي الصيغة الكيميائية للmonosaccharides أو مضاعفاتها. مثلا حطيت C4 بصير C4H8O4 زي ما احنا شايفين بالمثال C6H12O6 اللي هو the most common monosaccharide اللي هو الجلوكوز. احتمال يجيني ضع دائرة بالامتحان. The most common monosaccharides is maltose, galactose, glucose, sucrose. وبتعرف انه الجواب جلوكوز. Monosaccharides are classified by. أنا لما أجي أصنف المونوساكرايدز بصنفهم بطريقتين أو ب يعني سببين.
اولا the location of carbonyl group, موقع الكربونيل جروب اللي هي سي دبل بوند او, as aldos او كيتوز, او مرات يسموهم الديهايد او كيتونز. الالديهايد او كيتونز, aldos او كيتوز, هاي واحده. The number of carbon in the carbon skeleton, عدد الكربونات, هل هو ثلاثي, هل هو خماسي, هل هو سداسي. هلا راح نشوف شو المقصود بالعملية هاي. فهون بطلع على الشكل, بلاحظ على ايدي الشمال الالدوزز, او زي ما حكيت لكم بسموهم الالديهايد شوغرز, وعلى ايدي اليمين هون الكيتوسز او الكيتون شوغرز. اوكي, فالان باجي بطلع النقطة الاولى على موقع الكربونيل جروب. هاي مجموعة الالدوزز كلها, هذا اللي هو الجانب اليسار. شو بلاحظ موقع الكربونيل جروب؟ دائما بكون ايش؟ بيريفرال, طرفي, على الطرف من فوق. بينما اذا باجي على الكيتوزز او الكيتون شوغرز, بلاحظ انه الشوغر وين موجود؟ in the middle of the carbon skeleton. نعم. فأحد السنوات اجى سؤال بالامتحان جابوا اشكال, قالوا هذا هيك, جابوا الشكل هذا والشكل هذا والشكل هذا والشكل هذا, قالوا one of the following is a ketone sugar. فمباشر انا بدي اكون عارف انه الكيتون معناته الكربون الجروب موجودة بالنص, فالجواب راح يكون هذا. ما في داعي اعرف شو اسمه, بس بدي اعرف انه ايش على الكربون الجروب كونها بالنص معناته كيتون. الطريقة الثانية على عدد الكربونات, اذا كان سواء الكيتون او الالدوز, اذا كان مثلا مكون من ثلاث كربونات بسميهم ترايوسز, من تراي ثلاثي الكربون. اذا كانوا خمسة بسميهم بنتوسز, اذا كانوا ستة بسميهم هيكسوسز. فأحد السنوات يجي السؤال one of the following is a triose aldose, وجابوا هذا وجابوا هذا وجابوا هذا وجابوا هذا. هلا في ناس أول وحدة. أيوة أول وحدة. في ناس قالت لك في غلط بالسؤال, المفروض A و B. قال لهم لا, هو سألك triose aldose, فهو حدد لك عدد الكربون. لما قال لك ترايوز معناته شو؟ بده ثلاثي. هلا هذا صح الدوز, هذا الدوز وهذا الدوز, بس كترايوز مين ترايوز؟ الاول. هذا ترايوز. لو قال لي بده رايبوز او بنتوز, هذا بنتوز خماسي, بس هو قال لي بدي ترايوز الدوز, معناته انا باجي على اللي كربون الجروب على الطرف وباجي اللي فيه عدد الكربونات ثلاث. واضحه؟ واضحه. اوكي, هاي هون صور مقربه للعمليه هاي. لاحظ كيف هيهم بهذا الشكل, لاحظ الكربون الجروب على الطرف هون بالنص وكلاهما ترايوز, هون نفس الشيء على الطرف بالنص وكلاهما بنتوز, وهون برضو نفس الشيء ترايوز الدوزز وكيتون وكلاهما هيكسوسز. طيب الآن بشكل عام, though often drawn as linear skeleton, زي ما احنا شفنا هون, هذا بسموه linear, لاحظ يعني مستقيم, لكن في الطبيعة ما بكون مستقيم. In aqueous solutions, وهي دائما موجودة في living organism, يعني احنا ثلاث ارباع جسمنا سوائل, الشوغرز بتكون على شكل rings, على شكل حلقات. Monosaccharides serve as a major fuel for cell and a raw material for building molecules. زي ما احنا شايفين هون, لاحظ لو سألتك سؤال is this a hexose ولا triose ولا hexose, هذا hexose لأنه 1 2 3 4 5 6. لو سألتك aldose ولا كيتون, aldose لأنه هاي الكربون الجروب هاي على الطرف. هلا هذا اللينير ستراكشر هو نفسه هذا الشكل, هو نفسه هذا الشكل, بس هذا كان لينير وهذا رينج فورمات. هيا لاحظ كربوني 1 2 3 4 5 6. فبالطبيعة
ما بكونوا لينير، بكونوا على شكل رينج فورمات. طيب في شيء عندي الان شيء بسموه دايساكرايد is formed when a dehydration reaction. لاحظ داي شو يعني داي؟ مش داي معناها ثنائي، معناته انا في عندي سكر مربوط مع سكر، معناته كيف بدي اربطهم؟ بديهايدريشن رياكشن، معناته بدي اضيف مي ولا بدي انزع مي؟ اضيف مي، انزع مي. انزع مي. This covalent bond، هاي الرابطة بين sugar 1 و sugar 2 بسميها glycosidic linkage، الرابطة الجلايكوسيدية. وفي عليها عدة أنواع. في عندي هون الديهايدريشن رياكشن، في عندي لسكر المالتوز، وفي عندي لسكر السكروز، وفي عندي شيء بسموه سكر الجالكتوز. يعني الجالكتوز شو بعطيني؟ اوكي. الان اذا بطلع على الرسم الاولى بلاحظ انه في عندي ديهايدريشن رياكشن. شو ماله هذا؟ عبارة عن ايش؟ جلوكوز. هذا جلوكوز زائد جلوكوز. شو اعطاني؟ مالتوز. اعطاني مالتوز. بس عادي سلك. تفضل. مالتوز. كيف عرفت انه جلوكوز؟ من الستركتشر تبعه. شو مثل الجلوكوز مثلا عن الفركتوز او عن المالتوز؟ طيب هذا هذا جلوكوز صح؟ هذا فركتوز. تمام. شو بفرقوا عن بعض؟ صراحه انا من امبارح صافي فيهم مش عارف ليش صافي فيهم. هذا هلا كلهم لهم كاربون سكيلتون صح؟ صح. الان الشكل الرينج الجلوكوز سداسي هي 1 2 3 4 5 6. الان هون الشكل تبعه الفركتوز خماسي. يس هون اختلف الان. الله يجزيك كل خير. استنى من امبارح قاعد بصفل بطلع لا على الحلال. لا اشتو اشتو مش عارف. لا 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 تصفن ولا عبالك. اوكي طيب الان هلا نيجي على النوع الثاني. لاحظ نزعت مي، معناته بما اني نزعت مي شو اعطاني؟ سكروز. اعطاني لا نزعت مي، معناته شو انا قاعد بحكي؟ نزعت مي. ديهايدريشن. انا بدي اشبك الجلوكوز مع الجلوكوز برابطه جلايكوسيديه. فهذا الان كان عندي مركبين احاديات، انتهيت بمركب ثنائي. شو سميته؟ مالتوز. مالتوز. دائما بقول للطلاب عشان تريحوا حالكم يعملوها زي رياضيات، جلوكوز زائد جلوكوز يساوي مالتوز. مالتوز. شو الرابطه الجلايكوسيديه؟ 1-4 glycosidic linkage. يجي واحد مره قال لي ليش 1-4؟ بدي احطها 1-6 انا حر انا. قلت له لا ما بتقدر. قال لي طب ليش 1-4؟ يعني ليش جبت 1-4 هاي؟ بقول له ارتبطت الكربون الاولى الاو اتش اللي هون على الكربون الاولى مع الاتش اللي على الكربون الثاني الرابعه عفوا من الجزء الثاني، فصار 1-4. هاي او هلا في H2O طارت، هيا شايفينها؟ وهذا اللي بعزز لي انه هذا التفاعل ايش؟ dehydration reaction. فجلوكوز زائد جلوكوز مالتوز، وهو سكر ثنائي لانه مكون دكتور من ممكن جلوكوز. تعيدها ما فهمت مين هي؟ تبعت من 1-4. هلا هاي لما نيجي نرقمهم يا شهد، هاي 1 2 3 4 5 6 صح؟ وعلى هاي نفس الشيء هون 1 2 3 4 5 6 صح؟ هلا شو اللي ارتبط انا عندي هون؟ اخذت ال OH من جلوكوز رقم 1 واخذت ال H من جلوكوز رقم 2 فصار عندي ال H2O. شو صفى عندي انا؟ ال O هيها تمام؟ فصار عندي glycosidic linkage. شو سموها؟ 1-4 glycosidic linkage. ليش 1-4؟ لأنه أنا شبكت من كربوني 1 بجلوكوز الأول مع كربوني 4 من الجلوكوز الثاني فسموها 1-4. يعني هاي تعتمد
على اللوكيشن اوف ذا كاربون. تمام؟ اه تمام دكتور يسلم. اوكي هلا النوع الثاني. نعم هسه بس سؤال تفضل. هسه يعني لما يكون سكر سداسي اللي هو الشكل السداسي تمام ومرتبط مع واحد ثاني سداسي راح يكون معطيني المالتوز صح؟ لا هي مش هيك يا حمزه ولا هي النقطه انه انا بيكون عندي جلوكوز سداسي يعني الجلوكوز بيكون عندي هلا مرات في سكريات سداسيه مش جلوكوز حسب توزيع الذرات على جنبها. طب كيف حفرقهم يعني هون انت ما انت مش مطلوب منك تفرقهم يعني هون على سبيل المثال شايف هذا هذا الشكل الان اسمه جلوكوز صح؟ صح هذا بسموه دي جلوكوز. هلا اعكس اعمل مرايه خلي الجهه هاي هون والجهه هاي هون بصير بسموه ال جلوكوز. مش اخذته بالكيمياء اذا بنعمل اعاده ترتيب الذرات تعطيني مواد ثانيه بعطيني غير الخصائص تبعته. نعم تغير التركيب وبالتالي تغير الخصائص هاي نفس الشيء. هلا انت مش مطالب فيه انت مطالب هون بالنسبه لك انه جلوكوز مع الجلوكوز ب dehydration reaction بعطيني مركب ثنائي يسموه مالتوز. هذا المالتوز مربوط ب 1-4 glycosidic linkage. وحسب دكتور حسب المطلوب مني انه اي شكل سداسي سكري حيكون هو جلوكوز صح؟ هون يس على الاغلب يس بالامتحان بالمادة هاي يس. تمام يسمون ليه دكتور؟ الان النوع الثاني ربطت جلوكوز مش مع جلوكوز ربطته مع فركتوز. شو اعطاني؟ اعطاني سكروز. السكروز مربوط ب 1-2 glycosidic linkage. ليش؟ لان انا ربطت كربوني نمبر 1 مع كربوني نمبر 2 بالجهه الثانيه. الان في نوع ثالث اللي هذا بكون دائما معكم بالمكملات وموجود بالكتاب اللي هو لما اربط جلوكوز زائد جالكتوز. يعني اكتبوا هون او حط عندك ملاحظه جلوكوز زائد جالكتوز شو بعطيني؟ بعطيني اللاكتوز. يعني لو اجاني بالامتحان اذا بربط الجلوكوز مع الجالكتوز نوع السكر الثنائي اللي بعطيني اياه مالتوز ب سكروز C لاكتوز D all of the above are true. فالجواب بيكون لاكتوز اللي هو جلوكوز مع جالكتوز. بيكون مثلا 1-2 او 1-3 لا 1-4 بيكون هون 1-4 يس بس ايش اختلاف السكر الان؟ صح الان شو الجالكتوز لو سمحت؟ سكر احادي زي الجلوكوز. بدي افرق سداسي ما في داعي تفرق يا حمزه ما في داعي لا تشجي حالك كثير وتنسى يعني حيكون تحت معطيني انه هذا جلوكوز مثلا انه وين؟ لا بالامتحان لو جاني سؤال راح يكون معطيني هذا الجلوكوز بالامتحان راح يجيب لك بقول لك ربطت جلوكوز مع جالكتوز شو بعطيني؟ يعني ما راح تكون رسمه. لا ما راح يجيب لك رسمه لا خلص تمام يسمى لك دكتور. البوليساكرايدز هلا احنا اخذنا المونوساكرايدز تعرفنا عليهم اللي هم سي اتش 2 او عرفنا الدايساكرايدز اللي هم المالتوز والسكروز واللاكتوز. هلا في بوليساكرايدز في عندي ثلاثة واطلع مش بس اثنين يعني ثلاثة وظلك طالع بالعدد. البوليساكرايدز the polymers of sugar ظل معنا دقيقة ونرد ندخل مرة ثانية تمام نرد ندخل على نفس الرابط تبع الزوم اللي وديتك اياه امبارح تمام البوليساكرايدز the polymers of sugar يعني متعدد السكريات لهم وظيفتين اما ستورج تخزيني أو structural role اللي هو تدعيمي يعني إما تخزيني أو تدعيمي. لما كلمة تسمع كلمة تدعيم شو بتعني لك؟ قوة صح؟ معناته بتعطي دعامة بتعطي قوة. The architecture اللي هو الشكل الهندسي and function of a polysaccharide are determined by its sugar monomers and the position of its glycosidic linkage. يعني اللي بيحدد